حاجة قلت تعقيم، عشان انا لو ما بعرفش اكتب التخاطب ان انا اتكلم اللي قدامي يفهمني في الكلام. التدريب التخاطب وتدريب التعليم اهم حاجة. يعني انا قدامي معايا دبلوم وثانوي برضه ما بعرفش اجري، عايز مساواة في التعليم بين الاعاقات كلها، مساواة، مش عايز درجات اقل واعلى، لان انا معايا دبلوم ما بعرفش اكتب التعليم تأثير جامد فيه. Yeah.